طبعا احنا اليوم في نهج عند اقامتنا لهذه الندوة. الكل يتساءل الفترة الماضية الحراك الشعبي او بشكل عام يعني الوضع السياسي في البلد تقريبا هادي، او يقولون ان الحراك الشعبي مات، او يقولون ان الناس خلاص اصبحت محبطة وما لهم خلق النزول للشارع، وعلى قولتهم الامور طيبة واحنا بخير ماكلين شاربين نايمين الحمد لله الوضع طيب. احنا نوجه رسالة ان الحراك الشعبي في الكويت لن يموت، بل هو في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة. العاصفة هذه بيد الحكومة نفسها، كانوا يتذرعون في السابق بأن نواب الأغلبية الشرعية نواب الأمة الحقيقيين هم من كانوا يعرقلون التنمية وهم المؤزمين. اليوم احنا سنة الرئيس أحمد السعدون خارج قبة البرلمان، اليوم احنا سنة النائب وليد الطبطبائي خارج البرلمان، اليوم سنة أسامة الشاهين خارج البرلمان، كل اللي داخل يعني نقدر نقول ربعكم، وين التنمية اللي تتكلمون عنها؟ الكويت تسرق؟ نعم، لأننا ما زلنا استاذ جابر نشاهده مفتوح وغير مفتوح. الكويت تسرق؟ نعم، لأننا ما زلنا ننتظر 15 إلى 20 سنة حتى نحصل على 400 متر مربع نؤمن فيها أجيالنا ومستقبلنا لبناء سكن ملائم للمواطن الكويتي. الكويت تسرق؟ نعم، لأننا ما زلنا نشاهد الطرق السريعة والجسور محتكرة على مجموعة من الحيتان الذين تكلم عنهم الأخ الفاضل أسامة المناور. رسالتي إلى رئيس غرفة رئيس مجلس الأولويات الأخ مرزوق الغانم، شاهدناك الفترة الماضية ميداني أكثر من اللازم، ذهبت لجامعة شدادية ورأيت على قولتهم التأخير في تنفيذ هذه المشاريع، كلفت على نفسك ورحت أستاذ جابر ولا لأن الشركة شركة فلان الفلاني؟ يتفضل الآن الرئيس أحمد السعدون. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتقد يا أخوان اليوم إحنا أمام أخطر مرحلة، مو حنا نقولها هيك ترى، أخطر مرحلة كما تعترف الحكومة. وأنا أشك أن الكلام اللي راح أقوله الحكومة أصلاً تعرفه ولا تدري عنه. أخشى ما أخشى أن من كتب هذا الكلام اللي يريد يقيم فيه الحجة على الشعب الكويتي هم اللي قال عنهم رئيس الوزراء، وما أدري أيضا شلون قال عنهم، قالوا له يقول وهو ما يدري ايش اللي قاله. لما قال إن الأغلبية من القيادات الإدارية في الكويت جاءت بالواسطة، ما جاءت بالكفاءة، وهذا كلام صحيح. بس خلينا نشوف هالأغلبية هاي سوت. أنا الحقيقة اطلعت ويمكن قررت أيضا في جزء مما اطلعت عليه على الخطة السنوية الرابعة اللي آخر خطة في السنة الخمسية، أول سنة ما انحشفت فهي آخر سنة، واللي ما قدمت إلى مجلس الأمة، لا مجلس اللي راح ولا المجلس الحالي، واللي وفقا لقانون التنمية يفترض أن تقدم مع الميزانية، لأن الميزانية تعد وفقا لما ورد في الخطة. ما راح أتكلم عن المشاريع اللي في الخطة، أنا راح أتكلم عن جانب خطر يريدون يحملون في الشعب الكويتي المسؤولية، وبعدين أتكلم عن الخطوات اللي تبين حقيقة سرقة الكويت. الميزانية
أو الخطة السنوية الرابعة، وفي الجزء اللي أنا أتكلم فيه ونشرته أيضا على حسابي في تويتر، هم يقولون تحذير، والتحذير قد يكون صحيح بكل أسف للشعب الكويتي. يقولون من الآن إلى نهاية الخطة سنة 2030 حجم العجز التراكمي الحقيقي، هيك الشكل يسميه الحكومة، سيصل إلى 344 مليار دينار كويتي و 184 مليون. وقالوا أن هذا العجز سيأكل، سيلتهم الاحتياطي العام للدولة، احتياطي الأجيال القادمة، وكل أيضا الفوائض المتوقعة اعتبارا من السنة المالية 2014-2015 إلى نهايته، وما زال سيكون في العجز بهذا الحجم. الجانب الآخر أنه هذا العجز يبدأ من متى؟ يعني لما نطالع الآن الخطة السنوية الرابعة نلقى أنه من سنة 2013-2014 اللي هي افترض لها إلى 2020-2021 ما في عجز، لأن الإيرادات تأتي أكثر من المصروفات، لكن يبدأ العجز الفعلي كما يقولون هما، العجز الحقيقي التراكمي الفعلي يبدأ من السنة المالية 2021-2022 ب 858 مليون. أنا ليش توقفت عند 2021؟ لأني استعدت بذهني الحقيقة تصريح سبق أنه نسب لسفيرة الأمريكا في الكويت، تقول الكويت ما ردوا عليها ترى، قالت أن الكويت ستنتهي سنة 2020، وقالت ليش؟ قالت لأنها لا قاعدين أو المسؤولين فيها قاعدين يبقونها. أنا بديت أربط 2020 وبين بناء بداية العجز الفعلي اللي تقول عنه الحكومة في الخطة السنوية الرابعة اللي قالت راح يبدأ في 858 مليون دينار. هذه الحكومة يجب أن ترحل نتيجة البيانات اللي قالت تهي. من البيانات اللي أوردوها في الخطة، وأنا أعتقد هذا السبب اللي ما قدموها لأن فضيحة. في 2002 لما أيضا كان في هناك توجه لمحاولة إصلاح الوضع في البلد، شكلت لجنة كانت برئاسة محمد عبد الله مبارك لمعرفة الحقيقة، حقيقة أوضاع الجهاز الإداري في الكويت، ثم شكل فريق عمل أشرك فيه البنك الدولي وبرئاسة محمد عبد الله مبارك في 2003 أو في نهاية 2002، وهذا الفريق قدم تقريره. وللأمانة يعني تقرير لما تقرأ أو تقرأ الجوانب اللي قالوا فيه في هذا التقرير أنها تشكل العبء الحقيقي حقيقة على الدولة، والفساد الإداري كما اسمه، وحطوا أنا ما أريد أتكلم عن الكل لكن حطوا على الأقل 8 قضايا رئيسية تشكل حقيقة الفساد في الكويت، وقدم مجلس الوزراء. أنا يعني على الأقل بعد ما قدم هذا التقرير، يعني حتى لو خطوات سلحفاتية بدأت الحكومة من ذاك الوقت إلى الآن، كان سنويا هي تبين عندنا، هي تظهر في المؤشرات الدولية، مؤشرات المنظمات الدولية، إنه والله بدينا نحقق شيء لأن الحكومة سوى شيء. الكارثة إن الحكومة في الخطة السنوية الرابعة لما تتكلم عن بعض الجوانب، مدركات الفساد أو مدركات المحاباة اللي هي الواسطة، والواسطة هني فقط تكلمون عن الجهة الحكومية، بدل ما نتقدم تأخرنا في الحالتين، احنا في آخر رك، يعني في النماذج اللي وضعتها منظمات الدولية متخصصة الكويت الأخيرة في هذا الجانب. الأمر الآخر، أنا أذكر سنة 86 لما قدمت الحكومة خطتها الإنمائية، واللي بالفعل المجلس في ذاك الوقت، مجلس 85 معروف، سنة 86 لكن مجلس 85، أنه كان على الأقل أكثر المجالس معارضة وأكثر قوة، لكن مع ذلك لما وجد أن الحكومة تقدمت لها بخطة فيها رأى ترى نفس المشاكل اللي نعاني منها حاليا،
قضايا التعليم، شلون تستوعب الأعداد الهائلة اللي جاية مختلف مخرجات التعليم إلى سوق العمل، قضايا الإسكان، قضايا التوظيف نفسها. لكن ميزة يمكن ما قدمتها الحكومة ذاك اليوم إنه كان في رؤى، كان في تصورات. المجلس أصر على أن تصدر بقانون وصدرت بقانون. اليوم في الخطة السنوية الرابعة، وعلى الرغم من التقرير اللي قدمه فريق العمل اللي ترأسه أحد وزرائهم حاليا محمد بن مبارك، ما هو فقط في الجوانب المتعلقة في مدركات الفساد ومدركات المحاباة، لكن في التوظيف اللي كان يعتبرونها في ذاك الوقت، وحنا أيضا المجلس كنا نعتبرها أنها هي أخطر القضايا، وفي العالم كله هي أخطر القضايا. أنك إذا ما تستطيع أن تستوعب الأعداد الهائلة اللي جايتك هدول في النهاية أكيد راح يشكلون إنسان يبي فرص عمل باعترافهم. يقولنا بينون عدد العاطلين المتعطلين العمل في 2009، هذا كبياناتهم الرسمية في 31/3/2009، بالذات في أمرين أو في خلنا نقول تخصصين اللي جايين من تعليم تدريبي أو تطبيقي، واللي جايين أيضا من الجامعة فما فوق. يقولون بيان الرسمي الحكومة ان هذه الاعداد زادت، يعني حملة الدبلوم زادوا من 200 من 2400 شوية الى 2000 الى من مو 2000 الى 400 شوية الى 2800، زادوا من 2.5% في 31/3/2009 الى 24.5% من اجمالي المتعطلين في 31/3/2012. حملت الإجازة الجامعية فما فوق زاد من 1.5% و 236 واحد في 31/3/2009 إلى أكثر من 2879، أو من 1.5 إلى 14.8% في سنة في 31/3/2012. أنا بعد يعني حكومة تقدم هذه البيانات ما تقعد، لكن والله لعل بيسوون شيء في السنة هذه. رحت استكملت بقية الجداول في الخطة السنوية الرابعة، هذا كان في الجدول 5، ألقى في آخر الخطة ولا في الجدول 50، ولا توقعاتهم للسنة اللي حنا فيها أيضا إنه هذه الأعداد تكاد تتضاعف ايضا مرة ثانية، حمل الدبلوم وحمل الجائزة الجامعية. هذول مدينا وين؟ قضية سرقة الكويت الان. ليش حطوا هذا الرقم المخيف 344 مليار و184 مليون؟ والعلم هذا الرقم ترى مو مبالغ فيه، وفقا للمعايير اللي ذاكرها مو مبالغ فيه. هم يقولون هذا الرقم تم التوصل سهل، آلة حاسبة، أنا حطيت آلة حاسبة. سنة الأساس أي سنة معينة؟ 2013 أو 2014 اللي هي بالفعل الميزانية المعتمدة لهذه السنة. ثم يقولون قاعدين يضعون زيادة سنوية في المصروفات بما لا يتجاوز 7% بالضبط، وأنهم يتوقعون زيادة الإيرادات غير النفطية لتكون 4.7%. يصلون هذا العجز، بس ما قالوا لنا شلون بيواجهونه. هم يقولون هذا راح يلتهم احتياطي العام، احتياطي الأجيال، وكل الحقيقة الفوائد اللي تبدأ من السنة المالية 2004-2005. طيب شلون بتواجهونه؟ من بتجيبون فلوس؟ الآن نأتي للجانب الأخطر في ذلك، ليش بيقيمون الحجة علينا؟ الدولة ووفقا لإجراءات اتخذوها
او الاماراتيين بقوانين اصدروها. وهذه هي السرقة الحقيقية. الدولة تسلم بالكامل، واقن ترى اعني ما اقول، بالكامل سلم لمجموعة بكل اسف من طواغيت الفساد في الكويت. انا لما كتبت عن زور الشمالية وقلت ان باجراءات خاطئة مخالفة للقانون، ويمكن الاخوان الاعضاء اللي كانوا معانا لما ايضا ذكرت هذا الكلام في المجلس، ذكرت على حسابي في تويتر، وجانا رئيس الجهاز في المجلس في مجلس 2000 فبراير 2012، وقلت قدام الاخوان اللي كانوا موجودين ان اجراءاتكم خاطئه، كانوا يصرون اجراءاتهم سليمه. هذه الاجراءات الخاطئه اللي تم على ضوء اتخاذ قرار بترسيه، تكلفه هذه الترسيه على فتره العقد، لان ما اتكلم عن التكلفه قد تكون اكثر او اقل، انا اتكلم عن ترسيه خاطئه تحمل المال العام خلال فتره العقد ال 40 سنه. انا حطيتها بالضبط وبالرغم، وتحديتهم يقولون عندي رقم واحد خاطئ، اكثر من 62 مليار دولار. هذه فقط في الجزر الشماليه. طبيعي يظلوا مكابرينهم ان اجراءاتهم سليمه، لكن لما شروا انه في مناسبه في سيقه يدفعون قضايا راحوا، وبشكل حقيقي انا اعتقد كان هالحكومه تطير. وعملوا مرسوم بقانون، حطوا صياغته تتفق تماما مع الاجراءات اللي سووها، اللي طبيعي كانوا يكتبون بالاجراءات. انا اعتقد الاخ مسلم براك لما تحدث في محور الزور الشماليه في الاستجواب اللي وجهه الاخوان لوزير الماليه، قال على وجه التحديد، قال شلون انت يا رئيس الجهاز تقول انك في شهر 9 كل اجراءاتك سليمه، والاجراءات هذه متفقه مع القانون ومع الماده 10 من اللائحه التنفيذيه. قال شلون تتكلم عن اللائحه التنفيذيه في شهر 9 واللائحه التنفيذيه لم تصدر الا في شهر 11؟ شلون؟ بس هذا يبين لك ان في اطراف عندهم شيء في بالهم، هذا اللي شيء في بالهم يسوونه بعدين. لما وجدوا نفسهم انه حتى اللائحه التنفيذيه هي مخالفه للقانون، صدر القانون رقم المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012، صدره ب 26/11، نشر 29/11/2012، يعني قبل انتخابات مجلس ديسمبر 2012 بيومين فقط. لكنهم ايضا فاتهم شيء واحد، فاتهم ان لما صدر القانون خلوا نافذ اعتباره من تاريخ صدوره، من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، يعني الاجراءات اللي سبق مع المحطه تبعت الرجل من تاريخ صدور القانون 39. الامر الاخر الخطير اللي شلون قاعدين يسلمون الدوله، يسلمون البلد. انا اذكر لما كنا نناقش قضايا الرعايه السكنيه، كل التعديلات اللي سويناها على قوانين الرعايه السكنيه، الاخر كانوا ملتزمين في جانب واحد، كانوا ملتزمين بتطبيق القانون، ولما وجدوا في بعض الحالات ان القوانين تحتاج الى تعديل، ترى احنا تصدينا تعديل عدلناها لهم. الان بكل اسف لما شعروا لا الامور تغيرت، ارتكبوا، طبعا سويت تغريده اليوم قبل لا يجيني عقاصد، حتى لما اتكلم كنت اتكلم عن شيء انا قايله حاطه على حسابي، ارتكبوا الحقيقه اكبر خطيئتين لا يمكن اغتفارهم. الخطيئة الأولى هو ما ورد أساسا أيضا في الجدول 26 من نفس هاي الخطة السنوية الرابعة، وحاطين إجراءات لتنفيذ الشركات بالذات الخيران اللي 35,000 وحدة سكنية والمطلع والبيوت منخفض التكاليف، إجراءات مشابهة لإجراءات الزور الشمالية اللي مخالفة للقانون تماما، واللي راح ينتقون الاشخاص اللي يبونهم، وبالتالي بلشت تسلم لاطراف ما، وهذول لا يمكن، هذه الدائره لن يخترقها اكثر من اربعه والثلاثه والاربعه والخمسه موجودين. انا كنت اسميهم مرات التسعه
لكن اكلوا بعضهم بعض صار اقل من 9. الكارثه الثانيه في الرعايه السكنيه، واللي يجب ان تسال حتى عليها الحكومه، وايضا المرسوم بقانون اللي صدروه برقم 27 نفس التاريخ 26/11/2012 ونشر 29/11، وهذا المرسوم بالذات قبل لا يصدر بعد ابطال المجلس فبراير 2012 طلب وزير الاسكان بالنيابه اللي هو انا الصالح، كان وزير التجاره وزير الاسكان، طلب ان يلتقي معي والتقى معي في البيت، وجاء معاه مدير الرعايه السكنيه وطرح الفكره هذه، طرح فكره انه والله علشان نفتح القطاع الخاص نضع نص يسمح للمؤسسة بأن تسلم أراضيها المخصصة للرعاية السكنية لشركات، طب هم وين تقولهم؟ ثم تقوم الشركات هذه بالبناء والبيع على المواطنين، يعني بدل ما المواطن يكون ملتزم مع الدولة والدولة ملتزمة معه لا يصير تحت رحمة هؤلاء، أساسا هذه مرفوضة. حتى أذكر قال لي إنه والله هذا إحنا ناقشناه، قلت هذه الأمر حاول اللي قبلك. طبعا الأمانة اللي ما كان اللي كان يتكلم مو الوزير، ما كان يجي أصلا الوزير، كان يتكلم مدير الرعاية السكنية. قلت أنت تعلم أن هذا الأمر إذا صار معناها الاستيلاء التام على أملاك الدولة، وبالتالي هذه مسؤوليتكم. قالوا حشكوا ولا صادر هذا؟ هذا يبين لك من اللي قاعد يشتغل في الكويت. اللي يشتغل في الكويت هي مجموعة الموظفين اللي اسماهم رئيس الوزراء، وبحق انا اعتقد انهم جاءوا عن طريق الواسطه مو عن طريق الكفاءه. وانا قلت في اخر بعد تشكيل الحكومه الحاليه، قلت انا حقيقه قد يكون ايضا من جاء ايضا بالواسطه مو بالكفاءه بعض اعضاء حكومتك، وبالتالي هؤلاء اللي قاعدين يسوونه هو تهيئه الاجواء لتسليم الكويت إلى هذه القلة، إلى مجموعة من عناصر الفساد في الكويت، إلى طواغيت الفساد في الكويت. وعلينا أن نأخذ هذا الأمر ضمن السياق اللي حطوا لنا إياه، اللي قالوا لنا إياه، اللي بيحملونا مسؤوليته، اللي يقول ترى الكويت راح تكون مديونة ما عندها فلوس. الكويت مديونة عجز إلى 344 مليار، خدمات رئيسية ما يبي الدولة، بيد أفراد بيد شركات خاصة فيهم أنكى من ذلك، لأن في القانون المرسوم بقانون 27 أنا أيضا استوقفني نص قريب أن موارد الشركة اللي بتعطى لها الأرض 1 2 3 4 وما يمكن تحصيله من إيجارات من مستحق الرعاية السكنية، مستحق الرعاية السكنية ما تأخذ منهم إيجارات، تأخذ منهم أقساط تأخذها الدولة وفق القرار تعطيه إياه، أمر ما هو معروف. لكن أنا أتصور أنه إذا هذا حصل بالفعل وهذا صار في المستقبل، إذا الكويت ستسلم لقلة قليلة، وبالتالي القضية ما في خيار الآن، هؤلاء يجب مواجهتهم، السلطة والحكومة يجب مواجهتها، بل كل المؤسسات اللي تحاول ان تحول كل مقدرات الدولة، كل مقدرات البلد الى قلة قليلة. نقطة أخيرة حتى بسمعني واضيع الأخوان الأخير، هي أيضا إذا هذه كارثة قضية الميزانية، وإذا هذه كارثة الميزانية والجزر الشمالية قضية الإسكان، الكارثة الأكبر اللي من زمان هم يطرحون على الاقل طرح علي انا كذا مره، وهو محاولة تعديل ما يسمى قانون البيوتي، اللي هو قانون حقيقي اخذ جهد غير عادي من مجلس الامه حتى يصدره لكف ايدي العابثين من استيلاء املاك الدوله، هذا واحد. ايضا لمنع استمرار
من يعطى أي مشروع وفقا للعقد اللي يوقع معي السفير لفترة معينة، لكن بقدرة قادر يستمر. لذلك وضع هذا القانون، ومن يوم ما وضع تحركت الأطراف اللي اعتادت، طبيعي تسكر باب عليها، اللي اعتادت بورقة، ورقة صغيرة تنكتب لأي مسؤول، أعطوه مليون متر، أعطوه مليون حال، انتهى الأمر. طرح على مجلس التخطيط في أكثر من مرة، لحسن الحظ حصلت على من فترة يعني لغاية 2009 على كل المناقشات اللي كانت تتم، واللي بكل أسف العديد من اللي كان يناقشها هم ناس أصحاب مصالح وأصحاب مجالس إدارة الشركات، عندهم مشروعات، يبون مشروعات على أراضي الدولة، لكن مع ذلك يعني ما كانوا يقدرون يذهبون إلى الحد اللي قدم الآن لمجلس الأمة. ذكروا قريت بالصحف الله يخليها لي أن الحكومة تقدمت بمشروع للتعديل قانون البيئة للمجلس، وأنه شكلت لجنة مشتركة من اللجنة المالية والحكومة. هذا كلام مو صحيح. أنا عندي بين قوسين مشروع القانون اللي كانوا عدينا 2009، ومو خطأ أن الحكومة أحيانا تأتي بأفكار تطرحها على اللجان ثم تناقشها، ولا أيضا خطأ أن تأتي مشروع قانون ما هو نهائي وتناقشه، تناقش كأفكار. لكن لأول مرة أرى، أول مرة على الإطلاق، أن اللي يقدم من الحكومة إلى المجلس ما هو مكتوب عليه مشروع قانون حتى وإن كان مو نهائي، ولا هي مجرد أفكار، لكن لا اقتراح بقانون. يعني كأنه يقولون اللي موجودين في المجلس أنتوا تبنوه، من اللي يقول؟ مو الحكومة، الحكومة ما يدرون عنه، اللي يقول الناس اللي يكتبوه، اللي يقولون الموظفين أو القياديين الإداريين اللي قال عنهم رئيس الوزراء إنه جو بالواسطة وما جو بالكفاءة، هذول هم يسيروا البلد. هذا القانون إذا صار ينهي شيء اسمه أملاك دولة في الكويت، ما في أملاك دولة، وتحدهم يقولون غير الشكل، ماكو أملاك دولة، مع أن من الأمور اللي حرص عليها الدستور غير قضيتين أساسيتين، المال العام وحماية أملاك الدولة. أصلهم بدون صراحة، هذا لا، هذا القانون يلغي، أولا يلغي القيد الموجود حاليا أن كل العقود الموقعة لا يمكن تجديدها، ويعطي سلطة تقديرية للفريق اللي بيحطونه أو للمكتب اللي يحطونه سلطة تقديرية تمدد هذه العقود مرة ثانية لخمسين سنة إضافية. ما هو من حق أحد أن يتصرف، هذه أملاك، هذه أملاك دولة مدرة تعود للدولة مرة ثانية، وبالتالي تطرحها. الأمر الآخر أنه أيضا أي واحد عنده أي بادرة أو أي مبادرة يتقدم بالطلب لنفس الجهة، لنفس هذا الفريق، لنفس الجهاز اللي بيشكلونه، والجهاز هذا اللي يمكن يعني أطرافه معروفة من الحين، هو اللي يملك سلطة اتخاذ القرار، هو اللي يقول من اللي يستغني في الكويت ومن اللي ينسحق في الكويت. استغني القلة القليلة وينسحق الشعب الكويتي، لكن احنا نقول لهم على الرغم من كل هالمحاولات هذا بإذن الله لن يتم، لأنه في شعب سيواجهكم، في شعب سيواجهكم، الشعب راح يقول لكم، راح يقول للحكومة. في 2011 الشعب قال للحكومة وقال للمجلس شالهم، وفي 2013 الشعب ما هو عاجز ايضا على يقول الطرفين ارحلوا ويرحلون ايضا، وبالتالي تعود الكويت باذن الله كما كانت، ويعود دستور الكويت، وتعود املاك الكويت لاصحابها للشعب الكويتي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.